متابعي عن فاست تي في في هذا اللقاء الخاص اللي غيجمعنا فنان كبير اللي تألق كممثل وكمخرج، قدم مجموعه من الاعمال التلفزيونيه وحتى السينمائيه. معنا ومعكم اليوم الفنان محمد نظيف. اهلا بك سي نظيف. اهلا وسهلا. ورمضان كريم علينا وعليك. سيد نظيف، على ذكر رمضان، فرمضان هو واحد المناسبه اللي كيكثروا فيها الاعمال، ولكن ما كنشوفوش سي نظيف في الاعمال الرمضانيه، شنو السبب؟ السبب اولا ما كاينش هناك اقتراحات، كون صريح، يعني اقتراحات جيده في السنوات الاخيره كانت بعض الاقتراحات، ولكن ما كانتش كتهمني يعني ما لقيتش داكشي اللي كنت باغي. وكذلك بعض المنتجين او المخرجين عرفوا انني خديت واحد المسار معين، يعني تعدت القبعات عندي كمخرج وكمنتج، فتيقولوا هذاك يمكن ما عندوش الوقت لينا. فبالعكس انا كنعتبر راسي دائما ممثل، وانا مفتوح على كاع الاقتراحات. واخر اعمالك اللي هو عمل روائي بعنوان والد الاسرار، واللي مقتبس من واحد الروايه مغربيه، فواش راح انت على هذا العمل؟ اولا العمل هو في طور الانجاز، هو عمل روائي الثالث ديالي، عن روايه انعتاق الرغبه لفاتحه مرشد. هذا اول اقتباس سنقوم به، هو كتابة مشتركة مع المخرج والسيناريست أوليفي كوسماك. سبق لنا اشتغلنا جميع، يعني كنت نتجت له فيلم الثاني ديالو اللي هو نوماد أو نعيمة وولادها. كنتمنى أن المشروع يتصور السنة الجاية. وبهذه المناسبة كنشكر لجنة الدعم للأعمال السينمائية بالمركز السينمائي المغربي على ثقتها، وكنتمنى أنني ما نخيبش يعني ظن اللجنة وكذلك الجمهور المغربي. لأن باش نقربوا الجمهور، هو السيد محمد نظيف حصل على الدعم من على هذا الفيلم هذا، فحدثنا على هذا الخوض ديالك، هذه التجربه ديال الدعم، وحنا عارفين ان باش عمل سينما انه ياخذ الدعم ماشي سهله. بالطبع، يعني خص فكره جيده هي اللي لقيت في الروايه، يعني كانت هي الانطلاقه. من بعد الفكره الجيده خص سيناريو جيد من خلال هذه الفكره، وخص يعني من الاحسن اننا نمشيو للدعم ويكون عندنا شركاء مهتمين بالعمل. ملي كنهضر على الشركاء يعني كنهضر على مستوى الانتاج، يعني يكون خصوصا شركاء اجانب، لان الان السينما ما ممكنش نديروها الا بالمال الخاص او المال العام المغربي، يعني ضروري ما نبحثوا عن شركاء، على الاقل شركاء قراب في حوض البحر الابيض المتوسط، مثل او فرنسا او بلجيكا او ايطاليا او اسبانيا. فهذه المساله كتعطي واحد الاشعاع للعمل، كنحاولوا ان العمل يحصل على دعم من جهات اخرى، وانه يعني يتنجز في ظروف مقبوله او جيده. يعني من هذا نفهموا انك تشجع الاعمال المشتركه. مستقبل السينما في العالم المشترك، يعني إذا لاحظنا مثلا الأفلام، نعطي مثال بسيط، الأفلام المغربية اللي كتسافر واللي كتمشي للمهرجانات من درجة أولى، كلها أفلام يعني تنسجت في إطار شراكة مع شركة إنتاج أجنبية خصوصا أوروبية. هذا كيعطي العمل وزن على مستوى التوزيع، كيعطي العمل واحد لا فيزيبيليتي انه تيكون في مجموعه ديال البلدان، لان ملي تكون عندك شراكه مثلا مع فرنسا ولا هذا، الفيلم تيخرج في المغرب وفي فرنسا، وربما كاع الا كان عنده يعني موزع دولي يقدر يسافر في العالم كامل. وحتى اثناء الانجاز كتكون عندك، يعني ما تتكونش عندك، تكون عندك ملاحظات من الشركاء، وهذه الملاحظات تكونوا مهمين،
لان حنا ملي تنكونوا تنوجدوا واحد العمل تنكونوا منغمسين 100%، وبعض المرات ما تنشوفوش الحوايج، ما كنشوفوش الحوايج الدقيقه واللي مهمه، ولكن الاخر تيشوفها لانه تيكون عنده واحد التباعد مع 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 القصه مع 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 العمل، فممكن تجي واحد اضافات اللي هي اللي كتخلق الفارق ما بين فيلم يعني ينجز في اطار انتاج مغربي مغربي وفيلم ينجز في اطار شراكه دوليه. سي محمد نظيف، دائما انت من الناس اللي كيوعيو وكيديروا واحد النوع ديال التحسيس ببعض المواضيع. بديتي في الاول درتي سلطتي الضوء على المعاناه ديال الاساتذه ويعني الظروف اللي كيعيشوها ملي كينتقلوا للتدريس مناطق نائيه، من بعد سلطتي الضوء على المعاناه ديال المرضى النفسيين، وهذا ماشي شي حاجه اللي سهله. فباش سلطتي بحال من المواضيع اللي نقدروا ان نقول على انها مواضيع حساسه، لاننا احنا باقي مجتمع باقي ما وعاش مزيان باهميه الجانب النفسي. فكيف جاتك الفكره انك تطرق لهذا الموضوع في الفيلم ديالك جناح جيم؟ فانا تنحاول نهضر على اشياء اللي تمس المتلقي المغربي، وكذلك تمس حتى المتلقي على المستوى يعني الدولي او العالمي. الاكتئاب هو مرض، ممكن نقولوا بانه مرض العصر، ولكن ليست هناك معرفة دقيقة بهذا المرض، خصوصا من 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 طرف من طرف محيط المرضى. فما تيكونش واحد بالنسبة للعائلات، مادام المرض غير يعني ما ظهرش جسمانيا، فالشخص هو في حاله يعني خصو غير ينفض عليه شويه راسو وينوض، فهمتي، ويتوكل على الله وصافي. الوغ كل مساله يعني اخطر من هكذا، لان العلاج كيتطلب الوقت والوقت طويل، وخص واحد المسانده كبيره من طرف العائلات والمحيط. محمد نظيف كيلقى راسو في المسرح او السينما؟ هو بجوج، غير المسرح هو البدايات، المسرح هو الحب الاول، المسرح كتلاقي فيه ذاتي كممثل وكمخرج. اشتقيتي للمسرح؟ يعني اشتياق كبير، غير يعني ما بقاش عندي النفس باش نرجع لهذاك الجهد اللي كنت كنبذلو وانا عندي يعني اقل ولا يعني تقريبا 30 عام. دونك السينما خدتني لان حتى هي كتطلب وقت كبير في الاشتغال، في تطوير العمل، في البحث عن موارد الانتاج، من بعد توزيعو، ف يعني ما ممكنش. ولكن الا كان شي اقتراح، عندي اعمال يعني عندي اعمال ممكن نخرجها للمسرح، ولكن يعني ما قادش انني نمشي نبحث لي عن موارد. يعني اذا كان ممكن مثلا فرقه او مسرح او معين انه يتبنى هذا الانتاج هذا العمل، بالعكس انا رجع كمخرج رجع وانا فرحان. في الاخير بغينا نعرفوا الجديد ديال محمد نظيف. الجديد هناك جوج المشاريع الان في طور. هناك نساء الجناح جيم اللي كيستمر يعني في توزيعه، خصوصا انه غادي يخرج يوم 11 ماي في فرنسا في قاعه ديال السينما اغيسي. هناك فيلم كمنتج هو صيف بجاد للمخرج عمر مولدويرة. احنا الان في طور ما بعد الانتاج، يعني الفيلم غادي يكون واجد، كنتمنى يكون واجد في شهر 6 او 7. وهناك مثلا انطلاقه ديال التحضيرات لورث الاسرار كمخرج.
كنتمناو لك التوفيق سي محمد نظيف، وكان هذا هو لقاءنا اليوم مع سي محمد نظيف، على امل لقائكم مشاهدينا قريبا جدا مع وضيف جديد، ورمضان كريم.